الجليل الأعلى ينضم إلينا الآن أحمد جرادات مراسلنا هناك ليطلعنا على آخر التطورات. يبدو بأن الأمر اشتعل مجددا أحمد. يعني بالفعل صافرات الإنذار دوت قبل قليل على مرتين في كريات تشموني وكفار قلعادي وتال حاي وبيت هلل، وأيضا في مناطق أخرى في محيط كريات تشموني، وعلى ما يبدو جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو تلك المناطق. ونشاهد من مكان تواجدنا وجود سقوط لصاروخ على ما يبدو في كريات تشموني، لذلك نتحدث عن ضربتين صاروخيتين على الأقل بمعدل أكثر من 8 قذائف صاروخية أطلقت من جنوب لبنان. القبة الحديدية تصدت لعدد من هذه القذائف الصاروخية، ولكن نشاهد حاليا دخان يتصاعد من داخل كريات تشموني، نرجح أنه سقوط إما لقذيفة أطلقت من لبنان أو ربما بفعل سقوط قذائف القبة الحديدية. والوضع حتى اللحظة هو متدحرج في هذه المنطقة ويزداد صعوبة في الساعات الأخيرة بعد ما جرى هذا اليوم في جنوب لبنان. شاهدنا إطلاقا لقذائف مضادة للدروع نحو موقع المنارة الإسرائيلي العسكري، والآن نشاهد استهداف هذه المنطقة الواقعة في إصبع الجليل بصواريخ أطلقت من لبنان. على الأغلب هي صواريخ وليست مسيرات، أطلقت من لبنان على دفعتين واستهدفت هذه المناطق المحيطة بكريات تشموني. وكما قلت على الأغلب هناك سقوط صاروخ واحد على الأقل في كريات تشموني، هذا ما نشاهده من مكان تواجدنا هنا.